أربعة أيام من المداولات تمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 بحجم إنفاق يصل إلى 12 مليار و500 مليون دولار وعجز غير مسبوق بلغ 1.8 مليار دولار. فما بين قبول ورفض للموازنة العامة اختلفت الآراء، حيث يرى البعض أن العجز سيؤثر على جيب المواطن الأردني، في حين آخرون وجدوا مرونة في التنقل بين القطاعات. الموازنة بعجز غير مسبوق إطلاقاً، ولو كان العجز موجه لإنفاق تنمو لمحاربة البطالة في كل المحافظات ولزيادة رواتب موظفي الدولة زيادة حقيقية حيث تعينهم على شظف العيش والمعاناة الشديدة التي يعيشها المواطن الأردني، لكان العجز مبرر. لكن العجز جاء لسوء تقدير الحكومة للإيرادات الضريبية في العام الماضي. وتعاني الموازنة العامة من ارتفاع فوائد الدين العام بحوالي 2.226 مليار دولار، أي ما نسبته 16% من الإيرادات المحلية، بينما تخطت المديونية حد 42.300 مليار دولار بنسبة 97% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا تسعى الحكومة الأردنية إلى العمل من خلال خطة واضحة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. كما قمنا بإقرار نظام الشراء الموحد لوقف الهدر وضمان النزاهة في إنفاق المال العام وعطاءات الشراء. في السابق كانت كل مؤسسة وكل وزارة تشتري لحالها، الآن في شراء موحد يجمع كل مؤسسات الدولة، من خلاله نضمن أن المعايير اللي بتنحط هي معايير صارمة موحدة ليس فيها منفعة لجهة أو لجهة أخرى. وتتكاتف الجهود لترجمة التوجيهات الملكية في تحسين معيشة المواطن الأردني من خلال حزم اقتصادية أعلنت عنها الحكومة الأردنية، وستواصل العمل من أجل النهوض بالقطاعات التي تمس حياة المواطن. تخفيض الضرائب على بعض السلع الأساسية وتعهد الحكومة الأردنية بعدم زيادة الضرائب كانت الدافع الرئيس لمجلس النواب لتمرير مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2020 بالأغلبية. دام الكردي، قناة الغد، عمان.